أهلا بكم. نشرت وكالة الطاقة الدولية تقريرا عن الغاز المهدر في العراق، وأشار التقرير إلى أن الغاز المهدر في العراق يبلغ 16 مليار متر مكعب سنويا، بما يساوي إيرادات البلاد الحالية. ويعد هذا التقرير ثاني دراسة لقطاع الطاقة العراقي بعد نشر تقرير توقعات الطاقة في العراق في عام 2012. قال نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف إن شركة لوك أويل، ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا، قد ترفع استثماراتها إلى 45 مليار دولار في مشاريع نفطية بالعراق بحلول عام 2035. وأضاف بوريسوف أن استثمارات الشركة في العراق تبلغ حاليا 8 مليارات دولار. وفي شباط الماضي أعلنت لوك أويل أنها بدأت حفر آبار جديدة بحقل غرب القرن 2 جنوبي العراق لترفع بذلك استثماراتها. يذكر أن العراق يعد ثاني أكبر مصدر للخام في منظمة أوبك بعد السعودية، وينتج نحو 4.5 مليون برميل نفط يوميا، يصدر منها ما يقرب من 3.5 مليون برميل يوميا. طالب مجلس محافظة أربيل حكومة بغداد بتزويدها بالوقود أسوة بباقي المحافظات، وتعاني محافظة أربيل من نقص شديد في مشتقات الوقود المختلفة وارتفاع أسعارها جراء تذبذب أسعار الوقود لعدم تجهيز المحطات الحكومية في أربيل من قبل وزارة النفط. انتقد المتحدث باسم وزارة الزراعة في العراق حميد النايف إجراءات المنافذ الحدودية المتعلقة بدخول البضائع والسلع، وقال النايف أن وزارة الزراعة لديها برامج زراعية تتحكم من خلالها في توزيع المحاصيل الزراعية، مبينا أن الوزارة لديها 11 محصولا زراعيا متوفرا حاليا، ومن ثم وجهت الوزارة كتب الجمارك والمنافذ الحدودية بضرورة منع دخول هذه المستوردات المتوفرة في السوق المحلية. وأضاف نايف أن المنافذ الحدودية تحتاج إلى إعادة تأهيل وتنظيم وجهد دولي على مستوى عال لمنع التهريب أو التهريب الذي يضر باقتصاد العراق. توقعت وزارة الزراعة ارتفاع إنتاج القمح لعام 2019 لنحو 5 ملايين طن وانخفاض استيرادات الحبوب. وأرجعت الوزارة زيادة محصول القمح هذا العام إلى الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد هذا العام، مضيفة أن واردات القمح ستكون أقل إذا تحقق ذلك الرقم. هذا وكان الحصاد قد بدأ في 5 محافظات حتى الآن، ما ضخ 20,000 طن في صوامع تخزين القمح بالعراق. وجدير بالذكر أن العراق يستورد 3 ملايين طن من القمح والرز سنويا. نتابع الآن أسعار النفط والمعادن والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي. ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.